السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عطل جديد في تلفزيون سامسونج. عطل التلفزيون، هفتح التلفزيون. فتح التلفزيون، شغال طبيعي تمام وكل القوايم شغالة. كل القوايم شغالة وكل الوظائف شغالة. ولكن عطل التلفزيون، أوصل فيديو. حاليا التلفزيون على وضع الفيديو، أوصل فيديو وفيديو. لما بوصل فيديو وفيديو الشاشة بتشد تماما. عطل التلفزيون، لما بوصل فيديو وفيديو الشاشة بتشد والقوايم شغالة. كل حاجة شغالة تمام، ولكن لما بوصل فيديو الشاشة بتشد. اخلع الفيديو. حاليا خلعت الفيديو، اوصل. لما بوصل فيديو الشاشة بتشد. هتابع العطل في التلفزيون. عطل التلفزيون الحالي مش هيبعد عن خط الـ ABL، علشان كل حاجة شغالة تمام، ولكن الفيديو قاطع. وصل الفيديو، الشاشة بتشد. تلفزيون سامسونج، عطل التلفزيون مش هيبعد عن خط الـ ABL. هتابع منطقة اللاين وعلى خط الـ ABL، وهتأكد من المقاومة الخاصة بالـ ABL. هتابع من اللاين خط الـ ABL. هنا طرف الخط الـ ABL على الطرف رقم 8 في اللاين، هو خط الـ ABL. هتابع طرف خط الـ ABL، همشي معاه متوصل بسلك، ومن السلك متوصل بمقاومة. المقاومة، أوضح رقم المقاومة. المقاومة R420، هي دي المقاومة اللي جاية من طرف اللاين الخط الـ ABL. ده خط الـ ABL مع سلك التوصيل، متوصل بسلك توصيل لمقاومة هي المسؤولة عن خط الـ ABL. هفك المقاومة من مكانها. أوضح مكان المقاومة جنب اللاين. هنا مقاومة خط الـ ABL. المقاومة القديمة هبدلها بمقاومة جديدة نفس القيمة. رقم المقاومة على اللوحة 420. أحدد قيمة المقاومة من الألوان. حاليا موضح ألوان المقاومة القديمة 120 كيلو.
مقاومة جديدة نفس القيمة 120 كيلو، وهتأكد من المقاومة بالأفو. كيلو هنبدل المقاومة ونتابع النتيجة. كل الأعطال بعملها في التلفزيون بتكون في نفس الوقت، يعني التلفزيون ما عملتش فيه حاجة قبل كده ولا فكيته قبل كده، كل حاجة عملتها في نفس الوقت ونفس التوقيت علشان الكل يستفيد. بعد ما بدلت المقاومة بمقاومة نفس القيمة 120 كيلو على خط الـ ABL، هبدأ أقفل التلفزيون وهشغل وهنتابع مع بعض. توصل حاليا التلفزيون فتح على رقم واحد، واجيب قناة الفيديو. قناة الفيديو التلفزيون اشتغل تمام بدون اي مشاكل، بخلع الفيديو شاشة طبيعية جدا. اوصل الفيديو، اوصل ألوان طبيعية، كل حاجة شغالة تمام. سبب العطل مقاومة على خط الـ ABL، عطل التلفزيون كان شغال تمام، القوايم شغالة ولكن بدون فيديو. حاليا التلفزيون شغال تمام والحمد لله، تم إصلاح العطل بنجاح، وتحياتي للجميع.